حوادث العنف والعنصرية طبعاً صارت عم تتكرر بشكل دائم بالشارع التركي وخاصة ضد الأجانب. هالحادثة بتسيطر عليها مشاهد عنف وضرب وإهانة ضد أجانب، ولكن تحديداً هذه المرة يمكن أخذت بعد سياسي مختلف. المشاهد اللي شفناها باختصار كانت الاعتداء مجموعة من الشباب الأتراك على جنديين أمريكيين بمدينة إزمير كانوا يرتدون ملابس مدنية. هذا الشيء كان قبل ما تدخل الشرطة وتعتقل المعتدين، ولكن طبعا الحادثة مش رح تكون عابرة بالنسبة لأمريكا. المتحدث باسم البيت الأبيض قال بأن واشنطن منزعجة من اللي صار وتنتظر محاسبة المسؤولين. طبعا هذا الشيء خلى حاكم إزمير يصدر بيان ويوضح هوية المهاجمين وأنهم أعضاء باتحاد الشباب التركي وهو فرع شبابي للحزب الوطني فاتان المعارض. طيب، اتحاد الشباب التركي برر هجومه على الجنود الأمريكيين بأنهم متورطين بحرب غزة وأيديهم ملطخة بدماء الفلسطينيين اللي قتلوا بالحرب. من المعروف أيضا مشاهدينا بأن العلاقات بين تركيا وأمريكا متوترة لأسباب كثيرة، ولكن أهم هذه الأسباب هي رفض تركيا لسياسات أمريكا بحرب غزة، وانتقد الرئيس التركي إسرائيل بسببها بشدة. حول الموضوع معنا من إسطنبول الباحث في مركز تحليل السياسات محمد علوش، مرحبا بك معنا بمنصات. يعني الفيديو اللي بيظهر اعتداء مجموعة من الأتراك على جنود أمريكيين بمدينة إزمير التركية، أولا ما الدوافع المباشرة وراء الاعتداء؟ مساء الخير. يعني الدوافع مرتبطة بالمشاعر المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية عموما، وهذه المشاعر تزايدت في فترة ما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. حقيقة أنه من قام بهذا الهجوم هم أعضاء في الاتحاد الشبابي التابع لحزب الوطن التركي المعروف بميوله المناهضة للغرب والولايات المتحدة والقريبة من روسيا، ربما تفسر إلى حد كبير الدوافع السياسية وراء هذا الحادث. لكن أيضا هذا الحادث بطبيعة الحال حصل على ضجة كبيرة وكان له صدى كبير في الداخل التركي، ليس فقط بسبب أن المستهدف فيه كان جنود أمريكيون، بل أيضا بسبب الكيفية التي تم تنفيذ بها الحادث، ومن خلال وضع كيس على رأس جندي أمريكي، لأن هذا الحادث أعاد إلى الأذهان التركية حادثة لا تزال ماثلة في الوجدان التركي، وقع في عام 2003 في شمال العراق عندما وضع جنود أمريكيون أكياس على رؤوس عناصر من القوات التركية في تلك الفترة. وبالتالي يعني البعض رأى في مجرى في إزمير نوع من الانتقام المعنوي لحادثة إهانة الجنود الأتراك في تلك الفترة. لكن أيضا هناك يعني حقيقة أنه هذا الحادث أعاد إلى الأذهان أيضا حوادث مشابهة جرت في ستينيات القرن الماضي. يعني على سبيل المثال في عام 1969 تعرضت سيارة السفير الأمريكي لإضرام نار من قبل أعضاء في اتحاد الشباب الثوري اليسار التركي آنذاك. وأيضا في نفس العام كان هناك احتجاج نفذه يساريون على رسو السفينة حربية أمريكية أو سفن حربية أمريكية في السواحل التركية. وبالتالي من الواضح أنه المشاعر المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب كانت دافع رئيسي في ما جرى في إزمير. ولكن يعني هذه الحوادث تتكرر بشكل دائم في تركيا وخصوصا في الفترة الأخيرة، ولكن تحديدا هذا الفيديو والحادثة الأخيرة، إلى أي مدى اليوم بتشوف أنه يسلط الضوء على تزايد التوترات بين تركيا وأمريكا وأيضا على تصاعد العنف والعنصرية التركية؟ يعني في الحقيقة سؤال مهم. فيما يتعلق مسألة ظاهرة الكراهية للأجانب في تركيا، لا شك أن هذه الظاهرة انتشرت في تركيا في السنوات الأخيرة، لكن أعتقد ما جرى في إزمير ومسألة المشاعر المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب ربما منفصلة إلى حد معين أو إلى حد كبير عن ظاهرة الكراهية للأجانب عموما. فيما يتعلق مسألة المشاعر المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، نعم أنا أوافق على فكرة أنه هذه المشاعر
تزايدت في السنوات الأخيرة بسبب التوترات في العلاقات التركية الغربية والأمريكية على وجه الخصوص، الموقف الأمريكي والعلاقة الأمريكية مع الوحدات حماية الشعب الكردية، السياسات الأمريكية في المنطقة، وأيضا الخطاب المناهض للغرب عموما الذي تبناه الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي أعتقد بأنه أفسح المجال أمام هذه المشاعر المناهضة للغرب للتعبير عن نفسها بشكل أكبر في المجتمع التركي. لكن عموما بالنظر إلى حساسية مثل هذه الأمور، ربما هذا ما يفسر كيف أن السلطات التركية تحركت بسرعة من أجل اعتقال المتورطين في هذا الهجوم وفتح تحقيق سريع في الحادث. نعم، يسلط هذا الحادث الضوء على نقطة مهمة جدا، وهي كيف أن التوترات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية تؤدي إلى خلق هامش أو إيجاد هامش أكبر للمشاعر المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية لإظهار نفسها والتعبير عن نفسها في المجتمع التركي. أيضا حقيقة أنه اليوم تركيا تمر بمرحلة مهمة في إعادة تشكيل سياستها الخارجية، تحاول أن تعزز علاقاتها مع الشرق، تحاول أن تتحول إلى قوة توازن بين الشرق والغرب، ولديها علاقات متوازنة بين الطرفين. أيضا هذه الحقيقة تفسح المجال أمام التيارات والحركات التي تتبنى خطاب مناهض للغرب والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الظهور الآن بشكل أكبر، من أجل التعبير عن نظرتها لمكانة تركيا في السياسات الدولية وكيفية تشكيل علاقاتها ما بين الغرب والشرق، روسيا على سبيل المثال. طيب سيد محمد، يعني هذا الحادث اليوم أثار استنكار واسع في الأوساط الأمريكية. السفارة الأمريكية بأنقرة أصدرت بيان وأعربت فيه عن قلقها العميق تجاه سلامة الجنود المتواجدين في تركيا. هل بتشوف هناك اليوم تأثير على العلاقات العسكرية بين أمريكا وتركيا نتيجة هذا الهجوم؟ لا أعتقد، لأنه يعني حتى في الماضي القريب والبعيد كانت هناك حوادث حوادث من هذا القبيل لم تؤثر بشكل حاد على العلاقات التركية الأمريكية على المستوى السياسي أو حتى على المستوى العسكري. كان هناك عادة ما يستطيع البلدين احتواء الأزمة، حتى في عام 2003 يعني عندما حصلت أزمة إهانة الجنود الأتراك في شمال العراق، استطاع البلدين في النهاية أن يحتويان هذه الأزمة. لذلك لا أرى بأنه هذه الحادثة ربما أو ممكن أن يكون لها تأثير كبير على العلاقات التركية الأمريكية. لكن المسألة المهمة جدا أنه اليوم إذا ما أظهرت الحكومة التركية إرادة واضحة في الحد من هذه المشاعر المناهضة للغرب، أو بتعبير أدق كيفية التعبير عن هذه المشاعر بطرق سلمية ولا تؤدي إلى مثل هذه الحوادث، ربما نشهد مزيد من الحوادث في المستقبل. لأنه كما أشرت إلى الأسباب السابقة أنه اليوم البيئة التي تساعد المشاعر المناهضة للغرب والولايات المتحدة الأمريكية في التعبير عن نفسها في المجتمع التركي متوفرة إلى حد كبير بسبب التوترات العلاقات التركية الأمريكية، بسبب الوضع في الشرق الأوسط، التحولات التي تطرأ على السياسة الخارجية التركية. وبالتالي إذا كان هناك فعلا يعني تحرك من جانب الحكومة للحد من مثل هذه الحوادث، بالتأكيد يمكن احتواء هذا الأمر. نعم، ولكن إذا بدنا نتخطى اليوم العلاقات بين البلدين، ولكن اليوم هناك يعني بعض يرى بأن هناك مخاوف أمريكية من تصاعد العداء تجاه الجنود الأمريكيين المتواجدين في تركيا بعد هذه الحادثة، ما رأيك؟ بدقيقة لو سمحت. نعم، أنا قلت بأن الظروف بالفعل هي تساعد هذا الخطاب المناهض للغرب والولايات المتحدة بأن يعبر عن نفسه بشكل أكبر في تركيا. لكن اليوم بطبيعة الحال كما قلت، الحكومة التركية تتعاطى مع هذا الأمر بحساسية كبيرة. حتى خلال الفترة الماضية كانت هناك احتجاجات ضد المصالح الأمريكية في تركيا، وكانت هناك تيارات تدعو إلى اتخاذ موقف قوي وحتى طرد القوات الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في تركيا. لكن بطبيعة الحال تركيا تدير سياساتها فيما يتعلق بهذه المسألة بكثير من الحساسية وفي منظور استراتيجي لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة الأهم أنه اليوم هذا الخطاب باختصار بتقديري لا يوجد أحزاب قوية في الداخل التركي تتبناه. يعني نحن نتحدث عن حزب الوطن على سبيل المثال، هو حزب لا يحظى بتمثيل كبير في الشارع التركي. شكرا جزيلا لك الباحث في مركز تحليل السياسات محمود علوش.